أكو هنالك عوامل للذنب، عوامل متعددة. من أهم هذه العوامل الجهل، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. الجهالة، الجهل من العوامل المؤثرة في الذنب. ليش؟ لأنه أن تلاحظوا الذنب يعني الغيبة التي يغتابها المكلف، الذنب يعني عدم العشرة بالمعروف في البيت، الذنب يعني ضرب الطفل بلا حق، هذه كلها ذنوب. إحنا كيف ننظر إلى هذه الذنوب؟ مرة ننظر إلى هذه الذنوب كأعراض تنتهي، كلمة أقولها وتنتهي هذه الكلمة، عمل أقوم به وينتهي ذلك العمل، عرض مثل هذا الكلام الذي أقوله، هذا الكلام عرض ينتهي، عندما تكلمت الكلمة انتشرت في الفضاء وانتهت، عندما قمت بالعمل هذا العمل عرض ينتهي ذلك العمل. ولكن في الواقع الذنب مو هذا، الذنب باق ولا نهاية له، الذنب ما ينتهي. هذه الكلمة التي أقولها لا تنتهي هذه الكلمة، وإنما تبقى هذه الكلمة إلى ملايين الأعوام. الآن أحدث النظريات التي ذكرها العلماء تقول إن المادة والطاقة حقيقة واحدة، ولكن المادة مرة تتخذ هذا الشكل ومرة تتخذ ذلك الشكل، المادة تتحول إلى طاقة، والطاقة تضغط وتتراكم وتتحول إلى مادة. هذه الكلمة طاقة أفرزتها المادة، ونفس هذه الكلمة تتحول في المستقبل إلى مادة. لذلك أكو في الأحاديث أن العمل الطيب قرينك في القبر، مو جزاء العمل، نفس العمل نفس الكلمة هذه قرينة الإنسان في القبر. أكو في الأحاديث أن العمل الطيب يتمثل في صورة شاب، والعمل الخبيث يتمثل في صورة سيئة تقارن الإنسان في قبره إلى يوم القيامة. في تلك القضية المعروفة، ذلك الرجل الذي دفن وجاء معه شاب وجاء معه كلب في القبر، ثم خرج الشاب مجروحاً لأن عمله السيء غلب على عمله الطيب. إذن هذه القضية ما انتهت، القضية أن هذه الكلمة تبقى وتبقى إلى ملايين الأعوام. الله سبحانه وتعالى يحول هذه الكلمة إلى صورة مجسدة. فرضنا أن العمل ينتهي، هذه مرحلة ثانية. المرحلة الأولى أن العمل لا ينتهي، المرحلة الثانية العمل انتهى ولكن آثار ما تنتهي. أفرض أن هذه الكلمة انتهت وذهبت وانعدمت، ولكن ما هي الآثار التي تتركها هذه الكلمة؟ هذه الكلمة، هذا العمل يلوث الروح، وهذا التلويث يبقى.